الطبيب، وهو الطبيب في أغلب الأحيان يمشي مع زوجته هي طبيبة، نربح زوج أطباء في مناطق ما، نعطي له أجور على الأقل إذا كان في أقصى الجنوب مماثلة لموظف سوناطراك لا أكثر ولا أقل. لماذا؟ لأن سوناطراك حتى هي راهي تخلص الموظفين تاعها على سبب البعد، على سبب الحرارة. من ما عندوش شغل مثلا في أقصى درجة وبطال، كان وزارة التضامن تعطي له بطاقة التأمين الاجتماعية، وبالتالي نوضع حد بأن من هب ودب يدخل إلى المستشفيات الجزائرية، وحتى مواطنين أجانب يعملوا عمليات جراحية. يا أخي الدولة راه في نظام تنظيم آخر، والسلطات المعنية بالأمر بأن تحسب الدراهم نتاعها.